مايلز ميرتنز الموجود اليوم على دكة جديدة من النيجيري، ولكن تصدي الدفاع تعود من جديد. ناني وآه على ذكريات ناني وأرماندو مارادونا، وأيضا كان الانتصار لنابولي بهدفين نظيفين عبر إنسيني. هنا الكرة قطعت، الكرة كرات، ولا يريد اليوم أن تكون الهزيمة السابعة. ناني يملك الكرة، لاعب الدولي البرتغالي 35 عام، يعيدها لكن الكرة الآن إلى الخلف اتجاه ناني. ناني في منتصف الملعب، الانتقالات الشتوية إلى نادي فينيتسيا، وصلت إلى ناني من اليسار. فينيتسيا تحديدا في موسم 2015-2016 فقط لهذا الفريق. هنا كرة إلى الأمام، ناني قطعها، عادت لمصلحة نادي فينيتسيا. هو الأخطر، كرة إلى الأمام، هناك البحث عن ناني. ناني يكسب الخطأ من أمام لويجي بينزو. هنا في هذا الملعب مستعمل من الأندية، هذا الملعب القديم الذي بني في عام 1913 في عمل الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا. في المركز الثاني يأتي جونسون، هو من خطفها، حولها بشكل سريع إلى ناني. ناني يملك الكرة، خطير ناني بخبرة السنين، البرتغالي على مشارف منطقة الجزاء. لويس يناير، ولم ينتصر فينيتسيا في هذا الملعب. كرة ومحاولة التقدم من ناني. ناني البرتغالي الوافد الجديد للفريق في سوق الانتقالات الشتوية، فينيتسيا على مشارف منطقة الجزاء. ناني البرتغالي يحاول المرور إلى أوكيريكي، تبقى لمصلحة ناني. ناني التمريرة الحمراء، فينيتسيا بالرأس، ناني هنا باتجاه أمال الآن في صفوف فينيتسيا. ناني سيسجل بالرأس أمام إنتر في الجولة